مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان اينما كنتم، اسعد الله صباحكم وطاب جميع اوقاتكم بكل خير. هكذا تتواصل المنافسات، هكذا تتواصل الانطلاقات الصباحية في ثالث أيام هذا المهرجان، مهرجان أم القوين الذي يأتي بنسخته 18 مع ثالث أيام هذا المهرجان. وسن الإذاع، سن الإمتاع، على بركة الله وحفظه وتوفيقه ينطلق شوطنا 17 الخاص بفئة الجعدان المهجنات لهجن أبناء القبائل الذين حضروا من شتى الميادين للمشاركة في هذا المهرجان. نسير مع هذه الانطلاقة آخر الأشواط، ختام هذه المنافسات الصباحية، نتابع هذه الانطلاقة ونتابع البداية والصدارة والمراكز الأولى. كم هايل، أعداد كبيرة من الجعدان تحضر في هذا الشوط، نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ مع المركز الأول، أول المنطلقين الذيب، يتقدم الجموع بالمركز الأول لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، يقدم لنا الذيب على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات منذر لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري، يتقدم بالمركز الثاني شعار بن سويد بن قشمان المنصوري، حاضر بهذا الأداء الكبير. بينما المركز الثالث كيفان لمطر بن علي برقيبة الخاطري، وغير في طريقه إلى المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وانطلق هنا منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي، يتقدم من خلال تقدم منيف. المركز الرابع تدخل هنا القادم، هذا هو عجيب، لسعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري سوري، يقدم لنا منيف بهذا الأداء الجميل. المركز الخامس وصل هنا القادم أشقر، أشقر على أشقر مثل الحر الأشقر، لسعيد بن راشد بن سالم برويس الاكتبي، يقدم لنا أشقر بهذا الأداء الجميل. المركز السادس ختام هذا النداء وختام هذه الجولة، يتقدم صايب لي الغفيق بن صغير بن عبد الله المالكي، يتقدم الغفيق بن صغير بن عبد الله المالكي بهذا الأداء الجميل. للمركز السادس صاحب نقطة في صباح هذا اليوم يبحث عن نقطة أخرى، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى البداية، حيث أرى هنا شعاري بن مرخان من يتصدر المجموعة بالمركز الأول، يقدم لنا ذيب. سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي يقدم لنا البداية والصدارة الأولى. المركز الثاني منيف، منيف يا منيف، سالم بن محمد بن خلفان النيادي يقدم لنا منيف على مستوى المركز الثاني. بينما القادم الواصل الجلمود عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، أول ندى لجلمود قادم مع شعار بن شميل بن مشيط هنا بهذا الأداء الجميل. قادمين أهالي المملكة العربية السعودية يشاركون في هذا المهرجان، هنا أيضا أهالي السمحة، أهالي السمحة قادمين. بن مشيط المري من الجانب الآخر يأتينا هنا منذر محمد بن سويد، محمد بن سويد بن قشمان المنصوري قادم بهذا الأداء الكبير. المركز الرابع أرى هنا الأسماء، أرى هنا الشعارات، تدخل اسم جديد القادم سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي قادم مع المركز الرابع. والوصول الجميل والقدوم الرائع من مهاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي قادم، يقدم لنا شعارة، يقدم لنا مهاوش. المركز الخامس، المركز السادس، مرحبا بالقادم وصل حبشان سيف بن مطر بن عبيد الطنيجي، يقدم لنا حبشان مع المركز السادس. سداسية، سداسية على الصدارة، على البداية والمقدمة. نحن الآن في جسر العبور في منتصف المسافة، 3 كيلومترات انقضت، وها نحن الآن ندخل مع الثلاثة الكيلو المتر.
الكيلومترات المتبقية. نعود إلى المركز الأول، جلمود على الصدارة، عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، يلا يا المري. أهالي الباهية يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالناموس، يطالبونك بالانتصار. المركز الثاني يتقدم هنا سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي قادم مع الثاني المراكز، بينما المركز الثالث يأتينا هنا مهاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي حاضر بالمركز الثالث. المركز الرابع يتدخل هنا منذر لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري قادم من الجانب الأيمن، وصل منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي يقدم منيف، بينما الدخول والهجوم القادم هنا القادم حبشان سيف بن مطر بن عبيد الطنيجي قادم، وهناك الذيب أيضا لسيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي. يا لها من أسماء، يا لها من شعارات. شوط الختام لمن؟ شوط الختام لمن؟ وختامه مسك، وختامه مسك. لا زال بالمركز الأول جلمود، جلمود على الصدارة، على المركز الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري يتقدم يواصل المسير بالمركز الأول. 1500 متر بدأ العد التنازلي، أو هنا كيلوين، كيلوين ما بقى عن خط النهاية. العد التنازلي بدأ من عمر هذا الشوط القادم. الواصل سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي يحتل المركز الثاني، يقدم هذا الأداء، يقدم هذه النجومية مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم مهاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي يقدم للمهاوش. المركز الرابع يتدخل منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي قادم، والواصل هنا ذيب سيف بن جعفر بن السهيل بن مرخان الاكتبي، بينما التدخل من حبشان سيف بن مطر بن عبيد الطنيجي. من يريد النداء فليتقدم، اللي بالناموس يروح، اللي بالناموس يروح، اللي بالناموس يحرك. 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو ما بقى عن خط النهاية، ما بقى إلا القليل. راح الكثير، راح الكثير يا بن مشيط، راح الكثير، راح الكثير يا المزروعي. الله الله الله، جلمود جلمود لا زال بالمركز الأول. عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري لا زال على الصدارة حاملا الرقم واحد، مدون برقم واحد، مسجل برقم واحد، وهو بالمركز الأول نمبر ون يا بن مشيط. إلى أهل الباهية، أهل الباهية حاضرين بحضور الأقوياء، بحضور العمالقة، ولكن سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي، والقادم منيف، منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي قادم، وتدخل بحر فضل بن صالح بن خلفان الأغفلي قادم، الأغفلي قادم. المركز الخامس يأتينا هنا القادم، القادم هاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي، وهنا الوصول، هنا متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي قادم، الكاسبي قادم. يا لها من إثارة، يا لها من إثارة، ولكن جلمود، جلمود، جلمود على المركز الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، وتدخل هناك القادم بحر 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 لفضل بن صالح بن خلفان الأغفلي، ولكن روح جلمود، روح جلمود مع المركز الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري مع المركز الأول مع اللحظات الأخيرة. المري، المري والأغفلي، ولكن متعب، متعب واصل حمد بن سالم بن راشد الكاسبي، 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 أتانا من حيث لا نعلم في الأمتار الأخيرة. شوف 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 يلي يتناظر بعينك وشوف، عرض فايق، عرض فارق يمتلك هذا القعود في ركض متميز بكل الوصوف. نقبل عند النهاية دون هود لإنجاز السبق دايم ومعروف، انحضر في الشوط يثبت في الوجود. سلام 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 جعلان، سلام إلى السلطنة، إلى سلطنة عمان. تهانينا لحمد بن سالم بن راشد الكاسبي على هذا الأداء الجميل. شوط الختام مع الكاسبي، متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي. المركز الثاني جاء
جلمود لعبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، المركز الثالث ثاني بحر فضل بن صالح بن خلفان الغفلي، المركز الرابع حله هناك وضاح سلطان بن مبارك بن حميد الكتبي، المركز الخامس الواعي حمد بن محمد بن علي المزروعي. هكذا كانت الأسماء وكانت المنافسة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. إذا تهانينا وناموس لمالك متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي من قدم هذا الأداء بالأمتار الأخيرة وفاجأنا بهذا الحضور الجميل والتحدي المثير. تهانينا وسلام أيضا جعلان هناك في سلطنة عمان، وسلام سيحون سلام على هذا الأداء الجميل. التوقيت الزمني 9:37 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي. بينما من حل ثانيا مشاهدين الأعزاء جلمود عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري يقطع مسافة سباق 9:38 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس سلام يا الباهي يا سلام. المركز الثالث كان مشاهدين الأعزاء التوقيت الزمني 9:40:03 من الثانية. كان هناك مع ثالث المراكز بحر فضل بن صالح من خلفان الغفلي. هكذا كانت النتيجة. تهانينا لمالك متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي. تهانينا وناموس لكل الفائزين.